لذلك اروح مباشره عبر الهاتف مع المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في الدوحه. معالي المستشار، تحياتي ليك وتحيات ضيفي العزيز الاستاذ كريم سعيد لحضرتك. اهلا بيك وسعداء أهلاً دايما بوجودك معانا، ومستنيين منكم كتير بقى خلال الفتره اللي جايه زي ما انتم معودين على طول. حبيبي محمد، اهلا وسهلا بيك، وبرحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ كريم. اهلا وسهلا، اهلا بيك، منورنا، اهلا بيك. الله يخليك، وطبعا سعيد ان انا موجود مره ثانيه في قناه بيتنا الكبير. الحمد لله رب العالمين. يا محمد، زي ما انت عارف ان احنا دوحه وشها حلو على الاهلي. حققنا برونزيه العالم السنه اللي فاتت، وحققنا السوبر الافريقي السنه اللي فاتت، وان شاء الله كلنا امل بامر الله بدعم الجماهير هنا في قطر، جماهير النادي الاهلي العريضه في قطر، ان احنا نحقق السوبر السنه دي ان شاء الله. طيب، عارف ان انتوا الفتره اللي فاتت كان عندكم شغل كبير قوي وتنسيق لتشجيع منتخبنا الوطني، وبجد احنا بنشكركم على المجهود الكبير اللي قمتوا بيه والتنسيق مع السلطات هناك قبل كل مباراه. بغض النظر عن الاحداث الخاصه بقى بحجز التذاكر من خلال الفيفا واللي حصل في مباراه مصر وتونس، لكن ازاي بقى في ظل انشغالكم بتشجيع المنتخب بتحضروا لاستقبال بعثه الاهلي والحجز التذاكر لمباراه الاهلي والرجاء ان شاء الله؟ الحمد لله محمد، انا دايما بحاول اكرر الكلمه اللي كنت بقولها لك دايما، انه ما يليق بالاهلي وجماهيره ولا يليق بغيرها. واحنا الحمد لله منظمين جدا وعارفين، احنا من اول ما عرفنا ميعاد المباراه يوم 22 واحنا في خلية نحل وفي كوادر مختصة بموضوع الأهلي، ملهاش علاقة بالكوادر اللي بتشتغل في البطولة العربية لمنتخب مصر، وبدأنا نشتغل على ده. وكان طبعا انت عارف ان احنا الأيقونة بتاعتنا رقم واحد هي الثالثة شمال، فبالتواصل مع الجهات المعنية واللجنة المنظمة بفضل الله أول حاجة عملناها ان احنا حجزنا درجات الثالثة شمال كاملة لجماهير النادي الأهلي. بعد كده انتقلنا بقى لموضوع الاستقبال. طبعا الاستقبال كان فيه بعض الصعوبات ان احنا ناخد موافقات، لانه في الفتره الاخيره وسبب وجود البطوله العربيه هنا والحضور الجماهيري الكبير جدا، في يعني تزايدت عدد الاصابات كورونا في الفتره اللي فاتت، فكان في صعوبه، وبالتالي كان صعب ان احنا نفتح الاستقبال بشكل كامل. ولكن الحمد لله خدنا موافقه على الاستقبال، ولكن والترحيب بالنادي الاهلي بطريقتنا اللي تعودنا عليها، ولكن بكوادر معينه اللي هي كوادر الثالثه شمال اللي هترحب بالفرقه، ونعمل ان شاء الله استقبال اسطوري كما تعودنا بامر الله رب العالمين باذن الله. طيب، التذاكر اللي اتطرحت، هل عند حضرتك فكره بالارقام او عدد الحضور في هذه المباراه؟ هل هيكون في فصل ما بين الجماهير، ولا الوضع حجز التذاكر ازاي من خلال القاف مع اللجنه المنظمه المحليه؟ هو بالفعل طبعا احنا عارف الاول كان المقترح استاذ جاسم بن حمد، ولكن بطلب مننا الحمد لله تم نقل المباراه لاحد استادات كاس العالم اللي هو استاد احمد بن علي. كان طلب منكم اللجنه المنظمه. الحمد لله ده من اول لحظه خالص، حتى قبل ما يعلن عنها في الميديا يعني. والحمد لله طبعا نظرا لعدد جماهير الاهلي كبيره هنا وبننتظرها احنا صراحه، حاجة تاريخية لما يكون الأهلي معانا هنا. فالحمد لله باستجابة، وطبعا ده حتى في حد ذاته إضافة للجنة المنظمة هنا واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن وجود النادي الأهلي في محفل عالمي أو يكون جزء من أو يقوم بالبطولة أو يلعب المباراة على أحد ملاعب كأس العالم. فكان الموضوع سهل، ما كانش صعب ولا حاجة، والناس مرحبة جدا في الموضوع ده، وبالفعل تم التعامل مع الموضوع مباشرة. جينا بعد كده لموضوع التذاكر. الساعة في الاستاد هي 40%، طبعا هي ساعة كاملة إن شاء الله بأمر الله، في ضوابط معينة للحضور اللي هو اللي حاصلين على جرعتي التطعيم، والأطفال الأقل من 12 سنة هيعملوا مسحة أو بي سي آر قبل الدخول. بالنسبة لتقسيم الملعب، فعلا تم تقسيم الملعب ما بين جماهير الرجاء وجماهير النادي الأهلي بالنص بالظبط. إحنا خدنا كرابطة خدنا مدرجات ثالثة شمال كاملة، وباقي مدرجات النادي الأهلي تم طرحها أونلاين النهاردة الساعة 12 الظهر. والنهارده وفي اللحظه اللي بكلمك فيها كل ما طرح اونلاين تم حجزه تماما من جماهير النادي الاهلي. في بعض البلوكات هيتم طرحها بكره وبعده خلال الايام الجايه باعداد معينه، بالاضافه ان احنا هنبدا نسلم الناس تذاكرها في الثالثه شمال خلال الكام يوم الجايين ان شاء الله بامر الله. طيب معالي المستشار، وانت معايا على الهواء بالتاكيد، مش عارف قدامك الشاشه ولا لا، احنا جايبين لقطات من استقبالكم لبعثه الاهلي في كاس العالم للانديه اللي اتلعبت خلال الشهور القليله الماضيه في الدوحه. هيبقى المشهد قريب شويه ولا في حاجه مختلفه؟ محمد، احنا بننافس نفسنا، الاهلي دايما بينافس نفسه، جمهوره بينافس نفسه. احنا هدفنا ان احنا
ان زي ما عودنا الاهلي وعودنا جماهيرنا ان احنا نحقق تاريخ في الاستقبال زي ما هو في تاريخ في البطولات، فان شاء الله بامر الله النهارده كمان يكون تاريخ جديد يضاف لاستقبال النادي الاهلي او استقبال جماهير الاهلي ان شاء الله بامر الله. بامر الله يكون بنفس الشكل وافضل علشان في قبل اي شيء يليق بالنادي الاهلي ويليق بالجماهير. الدخلات هيكون فيها مفاجات؟ بدون الدخول في تفاصيل انا عارف. ان شاء الله. هو طبعا برضو اللي بحب اقوله لك وده بيطرح لاول مره، احنا حاول الحمد لله اخذنا موافقه على الدخلات، بس طبعا بضوابط معينه وبشكل معين وبديزاين معين علشان الدخلات اللي بحجم كبير هيكون برضو فيها مشكله الاشتراطات الصحيه وكده، ولكن خدنا موافقه على الدخله والحمد لله تم الانتهاء من الديزاين وجري العمل على تنفيذه الان. وان شاء الله يكون فيها مفاجاه، بس هو المفاجات هي عباره عن رسائل، احنا بنوجه رسائل لفرقتنا ورسائل للعالم كله من خلال مدرجات الثالثه شمال، فان شاء الله بامر الله الرساله بتاعتنا هتكون رساله مفاجاه للفرقه وتحفيزيه، وان شاء الله بامر الله يعني يكون لها اثر ايجابي على الفرقه وعند الجماهير. معالي المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر، بشكرك شكرا جزيلا وموفقين، ومنتظرين بقى النهارده في الوصول نشوف مفاجآت زي ما انتم معودينا دايما. كل التحيه والتقدير ليك ولكل الاهلاويه في قطر. شكرا جزيلا ليك.